نرجع تاني مع حضراتكم، نستقبل الكابتن اشرف طيار حماده امام، اشرف حماده امام كابتن طيار، وكمان نتكلم بقى النهارده بثوب المحلل الرياضي. الحقيقه ليه دايما افكار حقيقه مميزه، وسمعته في اكتر من مره، وبيبقى محضر لنا ارقام مميزه جدا جدا، وليه وجهه نظر مختلفه في قراءه كاس الامم الافريقيه، وممكن كمان نساله عن نادي الزمالك. خلينا نستقبل الكابتن اشرف حماده امام، اهلا بيك. اهلا وسهلا كابتن محمد، وانا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك بعد اسبوعين من اخر مره، وان شاء الله الناس تطلع بحاجه جميله في الحلقه دي يعني. ان شاء الله، وزي ما عودتنا بشويه ارقام كده بتبقى مهمه ممكن نقرا بيها كاس الامم بطريقه مختلفه. لكن هبدا معاك بنادي الزمالك. النهارده كان في تعاقد مع مدير فني برتغالي مستر جوزيه جوميز، قول لي رايك في التعاقد ده ايه؟ طيب، اول حاجه من الحاجات الجميله جدا هو التعاقد مع مدرب صغير في السن، برتغالي الجنسيه، 53 سنه، ليه تجارب كويسه جدا في الدوري السعودي والدوري الاماراتي. وكان كابتن ابو علي زي ما انت عارف هو كان مساعد لفيريرا، جوزيفان فيريرا. طبعا، وفي صوره منتشره جدا لو عايزك تشوفها على الفيسبوك وكده، هما لابسين نفس اليونيفورم ونفس البدله، وهو الراجل سالت عليه بقى في السعوديه يا كابتن ابو العلا، اكتشفت شويه حاجات يمكن محدش لسه قالها في مصر خالص، فاحنا هنتكلم فيها. هو بيمتاز بالناحيه التكتيكيه جامد جدا، شخصيه قويه جدا، بيلعب على الاطراف، بيستغل الاطراف. احلى حاجه اتقالت لي سالتها من مدرب مصري كان عايش في السعوديه وكان بيلعب ضده، كان بيقول لي ان هو اللعيبه الحريفه او النجوم كان دايما يفضيها. يعني ايه؟ فقلت له يعني ايه فضيها؟ ايه الكلمه الغريبه اللي انت بتقولها لي دي؟ قال لي يعني ما كانش بيبذله يخليه يرجع ورا يدافع يعمل فرامل جهد، لا، يقول لك اللعيب الحريف اخليه دايما اعرف استفيد بيه من الناحيه الهجوميه. وفر مجهود. واحنا بقى ما اكتر الحريفه اللي جات لنا امبارح، عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر وشيكابالا وزيزو، بقى عندك حريفه ما شاء الله كتير جدا. الراجل بيمتاز، اول واحد ابتدى في السعوديه يلعب بطريقه 4-3-3، كانوا زمان بيلعبوا في السعوديه ب 4-4-2 في سنه 2018 والكلام ده، هو اول واحد غير الخطه ل 4-3-3، وكان في انقلاب كبير جدا في السعوديه ان ازاي يغير الخطه لكده. راجل عنده فكر، عنده وجهه نظر، شخصيته قويه، سنه صغير، لو انت تشوف صوره في التلفزيون هتلاقي سنه صغير، مفيش بقى الناس الكبيره مش عارف اللي عنده 75 و85 والكلام ده، لا، ده شاب صغير وفكره كويس، ان شاء الله يبقى حاجه كويسه للنادي الزمالك. كان في تويتر مستر جوزفالدو فيريرا بيشكر فيها جدا وبيدعمه بشكل كبير جدا، وبيقول ان هو جوميز مدرب كويس، اصبروا عليه وكل الدعم يعني ليه، ادعموه. ايوه، فقعد معاه 6 سنين كمساعد. طيب، هو واخد شارب من فيريرا، فيريرا اكيد مرشحه لمجلس الاداره، طبعا احنا ما نعرفش التفاصيل بس اكيد طبعا هو مرشحه. اي ويش يو اول ذا بيست فور ذا نيو كوتش، ابن من ابنائه، تلميذ من تلاميذه، علمه الفكر بتاعه، عرفه ايه هو نادي الزمالك. النادي ليه جمهور وليه شعبيه في افريقيا وفي مصر وفي كل حاجه، فهو اكيد ليه دور طبعا مستر فيريرا، بس انا ما اعرفش، بس اكيد هيبقى ليه دور في ترشيح المدرب ده. ده يخليني اسالك كمان، انت اتكلمت عن وجوده في السعوديه، خلينا نعرف الناس ان هو درب فريق اهلي جده. أيوه. في السعوديه، ودرب فريق التعاون السعودي، واشتغل معاه على فكره في اهلي جده طبعا احد كباتن نادي الزمالك في الوقت الحالي محمد عبد الشافي، لما كان بيلعب في اهلي جده فهو درب محمد عبد الشافي قبل كده، وقبل كده كان ليه تجربه في التعاون السعودي، درب فيه عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي لما لعبوا في التعاون السعودي. هو اشتغل في المنطقه العربيه، عنده علم شويه بطبيعه اللعيب المصري. طبعا هو عنده تجربه في التعاون السعودي وعنده تجربه في الاهلي جده، بس تجربته كانت في التعاون السعودي زي ما انا قلت حاجه، انا سالت المدربين المصريين اللي اشتغلوا ضده، يعني كانوا بيلعبوا ماتشات ضده، قال لي تجربته في التعاون السعودي كانت اقوى بكتير من تجربته في اهلي جده. عشان كده ما بيش جابوه تاني التعاون السعودي. طبعا، وليه كان مفاوضات يا كابتن محمد، بس يعني احنا مش عايزين نتكلم فيها قوي، كان احد الانديه الكبيره جدا في مصر هنا والمنافس التقليدي لنادي الزمالك، كان في بعض الاوقات كان تم الاتفاق معاه في انه يجي للنادي ويمسك النادي، بس طبعا حصل مشاكل وما كملش العقد بتاعه، لكن هو دايما مرشح عشان ما يطلعلكش حد بعد شويه يقعد يقول لك اصل نتائجه، اصل كذا، اصله بيسيب فرق كتير، بيلعب ماتشاته وبعدين يسيب المنتخب الفرق بتاعته. لا، هو من المدربين كويسين جدا، عنده فكر هجومي، في بعض الفرق في مصر هنا الكبيره جدا كانت بتتفاوض معاه، بس هو الموضوع بتاعه ما مشيش ساعتها. انت كنت يعني الحقيقه انا عارف ان انت يعني عندك، او اسالك بطريقه مباشره، وجهه نظرك في المدربين البرتغاليين بشكل عام معانا في نادي الزمالك، هل حظهم بيبقى ماشي اكتر؟ هل بينسجموا سريعا؟ والله يا كابتن بص، احنا لو مسكنا كده من اول ما ابتدينا يا كابتن ابو العلا، يمكن انت يا كابتن ابو العلا كنت بتلعب، يعني ابتدينا البدايه مع نينو فنجان، لعبت معاه صح؟ لعبت معاه طبعا. اول من ادخل 4-4-2 بعد ما كانت مصر كلها بتلعب 5-3-2، وانت فاكر القصه دي، كان الجوهري وفايسا وكل الكلام ده بيلعب 5-3-2، فجه فنجاده بالفكر بتاعه الهجومي، وانا احب هنا برضو على فكره احيي في ادب جبنا سيره فنجاده وحب
البرتغاليين لنادي الزمالك كان ليه دور، عشان نبقى عارفين برضو اكيد في موضوع شيكابالا والفلوس اللي كانت علينا والكلام ده، هو راجل عاشق لنادي الزمالك واحنا بنحبه كلنا جدا. نيلو فنجاد هو اول من ادخل 4-4-2 وهو مسك نادي الزمالك في 1/7/2003 لغايه 17/7/2004، لعب 53 مباراه كسب 36 ماتش. معنى كده الراجل كان يعني فعلا هجومي جدا، خد مع نادي الزمالك الدوري العام وكاس الانديه العربيه وكاس السوبر المصري السعودي. عندنا تجربه بعد كده مع مانويل كاجودا، كاجودا ده من لا بس لازم اقول حاجه ان هو عمل 36 فوز 11 تعادل 6 هزيمه. عايز اقول لكم الموسم ده الزمالك خد الدوري بدون ولا هزيمه. طيب الموسم ده مع فينجادا والاهداف 105 زي ما انت قلت 48، الدوري العام خده 2003 2004. والحقيقه كمان اضيف حاجه ان الراجل ده خد كاس الانديه العربيه 2003 والسوبر المصري السعودي 2003، والراجل ده كان انسان بشكل كبير جدا. لعبت معاه يا كابتن ابو علي؟ لعبت معاه طبعا. طيب ايه اهم الحاجات الفنيه اللي تقدر تقول لي عليها؟ اول حاجه ان هو كان بيعرف يدير اللاعبين بشكل مميز جدا، بقى عارف ان اللعيبه المدربين النوعيه ان هم بيتعاملوا انسانيا كويس قوي، يخلي اللعيب يموت نفسه بشكل كبير. وزي ما قلت لك عمل روح مختلفه، خلى دوري بلا هزيمه. أيوة. يمكن اعتقد ده اخر دوري يكون نادي الزمالك عمله بلا هزيمه. فلا كان راجل عنده رؤيه فنيه جديده ومختلفه، وكان ليه بصمه كمان في بعض الامور الفنيه، وطلع لاعبين صاعدين يمكن كان ساعتهم ابرزهم اينو، كان ساعتهم احمد سمير في بدايته الباك رايت. يعني كان ليه وجهه نظر حقيقي راجل يعني، وكان بيلعب 4-4-2. خلي بالك دي كانت دي بس اللي بتدينا فكره بتاعه الفكر الهجومي يا كابتن، ان هم دايما البرتغاليين بيحبوا يلعبوا كره هجوميه. طبعا احنا لينا تعليق على ناس ثانيه بس يعني ايه لما نوصل لها. اللي بعده هو مانويل كاجودا، هو من 1/1/2006 ل 17/12 لعب 37 مباراه كسب 23 فوز 7 تعادل 7 هزيمه والاهداف 68 والبطولات لا يوجد. ما كانتش احسن حاجه، مش احسن تجربه، تجربه ملهاش اي طعم لنادي الزمالك ومحدش متاثر بيها ومحدش فاكرها. بس الراجل ده عشان نشهد الحق، الراجل ده جه في اصعب في بدايه اصعب الظروف لنادي الزمالك. انا عشت معاه وكان عنده على فكره امكانيات كويسه، بس مناخ لا يمكن ينجح اي حد. انا يعني انا ما يعني انا ما هو مش مؤثر حتى يعني ما يعني دايما فاكر بس ان كل واحد بحاجه في انجاده بطريقه الهجوميه باللعب 4-4-2 بالكلام ده، هو ما كانش ليه تاثير قوي في نادي الزمالك لا بطولات ولا اداء. بعد كده نيجي بقى للكينج بقى جايمي باتشيكو. طبعا هو راح للزمالك في 10/10/2014 وبعد كده لغايه 2015، وبعدين من 28/9/2020 ل 11/3/21 لعب 12 مباراه 9 فوز 2 تعادل 1 هزيمه والمساهمه في البطولات المساهمه في الدوري العام 2014/2015. ليه الكينج بقى؟ لا هو الكينج انه انا يعني هو باتشيكو راجل عنده يعني فنيات عالية، لكن تحس ان الاوتبوت بتاعه قليل، المخرجات بتاعته قليلة. عنده تجربة مع بيراميدز ومعهم فلوس ومعهم امكانيات ومعهم لعيبة وعاملين كل حاجة، لكن تلاقي دايما ما بياخدش حاجة، واخد بالك؟ لكن هو الراجل بنعتبره ان الراجل بيحب نادي الزمالك، واحنا طبعا ايه يعني من الناس المعجبين برضو باي حد بيبقى قريب من نادي الزمالك وليه فكره او تساهم في حاجه في نادي الزمالك فليه. طبعا بعد كده بقى بنيجي للبروفيسور بقى فيريرا، طبعا ليه كذا تجربه يا كابتن ابو العلا. وطبعا هو من 9/2/2015 ل 21/11/2015 ومن 8/3/22 ل 25/1/23 ومن 4/2/23 ل 21/3/23 لعب 103 مباراه 62 فوز، يعني بنتكلم في 60% فوز مع فيريرا ناحيه هجوميه برضه. طبعا يعني هنقول فيريرا في اول موسم يا كابتن العيال انت يمكن متفق معايا كان اعلى من الاخر. طبعا ليه؟ طبعا السن كان اصغر شويه والفكر بيبقى كل ما تبقى انت صغير في السن يا كابتن العيله بتبقى الفكر الهجومي بتاعك وما بتخافش، لما بتكبر شويه بتبتدي تخاف، ودي في تجارب شفناها كتير مع البرتغاليين بالذات، هتلاقي كيروش هتلاقي مش عارف هتلاقي الفكر كل ما بتكبر في السن كل ما الفكر الدفاعي بتاعك. والسكواد كان مختلف شويه برضه، والسكواد كان مختلف صح؟ يعني كان 2014 واللعيبه لكن 60% نسبه الفوز دي حاجه جميله جدا، 22 تعادل 19 هزيمه والاهداف 166. البطولات بقى الدوري العام وكاس مصر 2014/2015، الدوري العام 2021/2022 وكاس مصر 2021. اوجستو ايناسيو ده ما يعني فيريرا طبعا من افضل المدربين البرتغاليين تحقيقا لالقاب او تحقيقا ل يعني انجازات مع نادي طبعاً الزمالك، رمز من رموز نادي الزمالك اكيد، مش كده جمهور الزمالك بيعشقه وهو بيعشق نادي الزمالك، مش كده التويته حتى كتبها، هو لسه مرتبط نفسيا مع الجماهير ومع نادي. بص يا كابتن ابو العيله يعني انا بعتبر
يعني ان اكتر اتنين مؤثرين في نادي الزمالك من البرتغاليين هو فيريرا طبعا رقم واحد وفنجان رقم اتنين، ولغايه دلوقتي بيحبوا نادي الزمالك ومتصلين بنادي الزمالك بيحاولوا يحلوا مشاكل الزمالك، لو في اي حاجه بيقفوا معاك بيدوا لك المشوره بيدوا لك الانستراكشن، لو فيريرا ليه انستراكشن على المدرب الجديد، لو فنجان بيساعدك في مشكله شيكابالا، هو ده حب نادي الزمالك. ما هو نادي الزمالك مش بس المصريين بيحبوه، العالم كله. صح. طب اوجستو اوناسيو، مستر اوناسيو، مستر اوناسيو من 7/4/2017 ل 27/7/2017، ثلاث شهور 22 مباراه، واحد فوز، 6 تعادل، 6 هزيمه، يعني حاجه طبعا ولا يوجد اي بطوله، ما فيش اي تاثير ليه ومحدش فاكره قوي. اخر واحد بقى جوميز اللي ربنا يوفقه طبعا، واتكلمنا عليه كويس واتكلمنا عليه وشرحنا كل طريقه لعبه. يعني احنا ممكن بس يعني انا بس في حاجه عايز اقول لك عليها يا كابتن والعيله. اتفضل. الراجل ده لازم يبقى عبقري مع الصفقات الجديده بتاعت نادي الزمالك، ما هو لو مش عبقري هتبقى مشكله كبيره عندنا.